بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراوية. معا النهاردة 3/1. كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة علينا وعليكم يا رب. خش يا جماعة نعمل لكم فيديو كده بأسعار النياق الوالدة والجمال والقعدان. بالصلاة على حضرة النبي، دول يا جماعة نكتين والدين. نعم، بالصلاة على النبي تبارك الله، دول نكتين والدين. صباح الفل يا عمده، صلى على النبي عليك. لا ما شاء الله عليك. السلام عليكم، السلام عليكم. هذه دول نحتين والدين، اخش نشوفكم ايه اسعارهم. بقول لك ليه حاطين البتاعة دي في الضرة بتاعتها؟ عشان اللبن. اللبن كتير ياك، لسه والدة هي دي؟ لا والدة من بدري؟ ما شاء الله. مع بعض الاثنين دول كل حاجة لوحديها؟ لا، اثنين هستاخد، اثنين هستاخد وحدي. كام طب؟ كام وكام؟ أولا يقول لي دي نوعها إيه والثاني نوعها إيه؟ دول نوعين مختلفين صح؟ لا مش مختلفين. اللون مختلف. طب إيه نوعهم دول؟ دي سواحلي والثانية رشايدي؟ الثانية بشارية. بشارية وسواحلي يا جماعة. كم السواحلي دي؟ دي؟ تسعة وثلاثين؟ ليه كده؟ الناقة وصلت 39,000. تحت ايه هي؟ بكرة ولا جاود؟ بكرة؟ عشان لبن. عشان لبن؟ والثاني اللي هناك دي ممكن ب 37. فين حسن يا عم؟ حسن بدينا اسعار رخيصه. حسن بديك اسعار رخيصه. هم تبعك ولا تبع حسن؟ لا ما هو يا عم حسن. واحد العمليه. طب والثاني دي بكام؟ الثاني ديك واصله، ديك انا اعرف ديك. الثاني ديك واصله 34. 34 تحتيه بكره ولا قعود؟ تحتيه بكره. بكره الاثنين تحتي منتي يعني؟ الاثنين تحتي منتي. انا ولدها كبير قلت له هيك. صل على النبي. تبارك الله. طبعا يا جماعه احنا الاسعار دي مش متاكدين منها، بس اللي بياكد لك على السعر الصح المعلم حسن. المعلم حسن مش قاعد، راح يشرب شاي بعيد. بس هنشوف لكم يعني السعر ايه فيهم، السعر الصح السعر الاكيد. السلام عليكم، منورين الدنيا والله. كل سنه وانتم طيبين. ايه اخبارك عم محمود؟ الله يوسع عليك. ايه معانا النهارده؟ معانا نياق ومعانا قعدان مغاربه ومعانا قعدان مغاربه دول. ما شاء الله المغاربه نزل عندنا على كده اهو. البايم السواحل دي ما شاء الله تبارك الله. هذه يا جماعه القعدان المغاربي اهو ما شاء الله تبارك الله. ايه الاسعار يا حاج؟ الاسعار ده من هنا ده ب 18,000، ودول ب 51، ودول ب 53، والناقه دي بعيلها، الناقه دي ما عيلها ب 33. والصغير ده مع مين؟ مع علي. لا الصغير ده هناك تبع ناقه تبع اللي هناك. الناقه دي بكام؟ الناقه دي ب 33,000. 33 تحتيها بكر ولا قعود؟ تحتيها بكر. تحتيها انتاي. تبارك الله. كم بتقول؟ دي ب 33. طب واحده واحده في الاسعار. بيبقى الناقه الوالده دي ب 33. الناقه الوالده دي 33. القعودين اللي هم القعودين اللي جنب بعض بعديهم الابيض بعد. والاصفر ده ابو صريمه. دول ب 53 ودول ب 51 وده ب 18,000. ده 18,000 يا جماعه، ودول 51 ودول 53. هذه القعدان المغاربي اول مره تنزل عندي. نشوفها اشكال رشايده. ولا في النص ده مش مغربي على كده؟ ده مش مغربي؟ مغربي ولا رشايدي؟ مغربي برضه. لا يعني هو يدل على المغرب. في زي تجنيس يعني مثلا؟ ايوه. الصلاة على النبي. هاي رشايدة يعني. اللهم صل على النبي، الله اكبر. طب كام التليفون لو حد عايز يتواصل معاك في حاجة يا حاج؟ الصلاة على النبي تبارك الله. 0100 95 37 100. عم محمود؟ ايوه. الله ينور عليك عم محمود يا جماعة. هذه الأسعار. في قعود ب 18 وفي قعودين ب 51 وفي قعودين ب 53. والسوق الاساسي
للجمال والقعدان والنياق الوالدة وجمال القصبة. يا جماعة يوم السبت ويوم الحد جمال اللحم بيبقى برضو بالأخص بيبقى يوم الحد في سوق ضراو محافظة أسوان. يا جماعة أهم صلاة النبي تبارك الله، الله أكبر. حاجة جميلة، حاجة حلوة. شكرين عم محمود، الله يوسع عليك يا حي. أهم أيام ما شاء الله تبارك الله. يعني هذه دي الرأي الناس بتقول مغاربة ويعني رشايدة تجنيس كده يعني. الصلاة على النبي تبارك الله. كم؟ 21. هذا ب 21 يا الله، هذا ب 21. وبرضه يا جماعة لو حد مثلا عجبان نياق اللي في الأولانيين دول اللي هم النكتين اللي صورناهم الأولانيين دول مع المعلم حسن، يا جماعة هتلاقي المعلم حسن النزيه في فيديوهات كتير وسايب الرقم التليفون الرايق. هذا ده تقرير كده بسيط من سوق الجمال والجعدان والنياق الوالدة. نهاية الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.